واحد من المعالم الأثرية والكنوز التاريخية في مدينة تعز، وهو كذلك أحد شواهد التاريخ على اهتمام ملوك بني رسول في تشييد الصروح الدينية والتعليمية في هذه المحافظة. في جنوب مدينة تعز وعلى تلة مرتفعة يقف مسجد ومدرسة المعتبية كصرح ديني يعد اليوم تحفة فنية بديعة، تحكي فنون العمارة الإسلامية وتروي سر صمود منذ 650 عاماً. هذه المدرسة تنسب إلى ما يسمى بالمعتب بنت عبد الله بن زوجة الملك الأشرف المظفر. المدرسة هذه طبعاً بنيت أيام الدولة الرسولية تقريباً في احنا نعرف بالنسبة للدولة العامرية الموجودة طبعاً بالنسبة لرداع، والتي طبعاً أسست في حوالي 410 بنفس الفترة الزمنية تقريباً، تقول أنت معاصرة، لأن هناك عدد من المدارس التي أقيمت في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص. بنيت مدرسة المعتبية في الأصل كرباط لتلقي العلوم الدينية، وكانت حينها توازي المدارس الداخلية في العصر الحديث بإبداع هندسي. جاء تشكيل هذه المدرسة التي تضم 18 قبة تتوزع بتنسيق فريد على جميع أرجاء المبنى، ابتداء بالمدخل وانتهاء ببيت الصلاة أو ما يعرف بالبنية. قباب البيض هذه موجودة عندنا في اليمن أيام الدولة الرسولية. كل القباب حق المساجد في العالم الإسلامي والعربي خضر، أليس كذلك؟ إلا عندنا بيض. تضم المدرسة رواقين عن يمين ويسار المسجد المخصص لأداء الفروض الخمسة، بينما يأخذ الصحن موقعه تاليا بعد رواق صغير عند المدخل الرئيس. في الجهة الغربية توجد ثلاث غرف كتكوين غير منفصل عن الرواق، تسمى إحداها بالخلوة، وجميعها مخصصة لتحفيظ القرآن الكريم وتلقي العلوم الدينية وأساسيات في الرياضيات والعلوم. عبارة عن مدارس لتعليم طبعاً اللغة العربية وتعليم الحديث والسنة المطهرة وبعض العلوم الدينية مثل الرياضيات والعلوم وما غيرها. وكانت هذه المدارس تعلم فيها طبعاً العلوم، ويأتي إليها طلاب العلم من خارج مدينة تعز. تتبع هذه التكوينات وبتخطيط هندسي بديع ملحقات هي في الأساس خدمية كبيرة كالمياه التي كانت تملأ بالمياه من جبل صبر، إضافة إلى ملاحق أخرى كالمساتر للاغتسال. كل مسجد له ساقية خاصة تنزل من صبر في معوق باب كان في الخارج وأحواض، يعني حق للحمير والبقر والحيوانات خارج، وقباب للناس يغرفوا للشرب، والساقية تدخل لداخل تملأ البركة، تملأ المتخذات للاستنجاء، وهكذا وصل. ولها برك خارج المسجد في ناحية أمام المسجد للتنسيم، والبرك هذه تمتلي، وكان أمام المسجد كلها أوقاف أو حرم للمسجد يزرعها. الداخل بيت الصلاة تسكنه روحانية، ويخالطه شعور بأن نفحاتها تنشر في أرجاء المكان. في بيت الصلاة يستمتع الزائر بأجواء باردة هي بفضل 7 أبواب ونوافذ تم تنسيقها بحيث تسمح بمرور الهواء الآتي من محيط المكان المرتفع وخروجه من الاتجاه المقابل، ما يجعل المصلي يعيش أجواء مكيفة طبيعيا. المسجد يرتفع على الأرض 3 طوابق، احنا نشوف الآن أمامنا بيوت من 3 طوابق لا تصل إلى محل سجود المصلي، والتهوية
التهوية معمول حسابي مضبوط جدا، والبنية ما يسمى البنية المصلعة وفي الوسط. في المسجد ستة قباب تشكل تجويف السطح وتحاط بأحزمة كتبت عليها آيات قرآنية بمختلف فنون الخط العربي، ما جعلها تبدو لناظرها آية من فنون الإبداع الهندسي والجمال الأخاذ. عندما تدخل مبنى الصلاة فيعجبك طبعاً مناظر متعددة وبألوان زاهية، لا زالت طبعاً تقريباً منذ بناء المسجد تقريباً 400 ونيف هجرية طبعاً، وحتى الآن لا زالت بعض الآثار متبقية إلى الآن، وتشعرك بروعة في فن طبعاً الزخرفة، في فن الزخرفة وفي التلوين وفي طبعاً كتابة الآيات القرآنية. النقوش ليست ألوان صناعية، ألوان طبيعية، ألوان طبيعية. مثلاً الأحمر، الأحمر من لون الجلنار، والجلنار هذا هو زهرة الرمان، ويعمر ما يتغير ولا يسهل إزالته حتى من على الثياب. ورغم عظم البناء وروعة التصميم في هذا المعلم، إلا أن مخاطر تتهدد مدرسة المعتبية، ومنها التصدعات الناتجة عن قصف ميليشيا الحوثيين، ما جعل تسرب الماء يهدد بسقوط أجزاء وإتلاف جماليات وفسيفساء المسجد.